يثبت وجوده. نبي ناخذ ايضا ابناء جنت لهم حق وابوا الا ان يشاركونا بقصائد ارتجاليه، منهم الشاعر عبد الله العتيبي فليتفضل مشكورا. تفضل يا عبد الله. يا هاجسي أبغاك في أعذب لحن، يا هاجسي أبغاك في أعذب لحن، لجل الوطن والله ما سوق العذر. هذه بلاد الخير وهي رمز الأمن، هذه السعودية وهي رمز الفخر، هي دولة الإسلام من ماضي الزمن، هي منبع التاريخ في سر وجهر، في ظل من دايم على الجبهة يشن، سلمان قايدنا الإمام المعتبر، في ظل من دايم على الجبهة يشن، سلمان قايدنا الإمام المعتبر، حامي بيوت الله من كيد المحن، ونفسه على المحتاج يلهمها الصبر، ولي عهد في المواقف والفتن محمد عسى الله يحفظ شر البشر، ولي عهد في المواقف والفتن محمد عسى الله يحفظ شر البشر. في ظلهم شفنا الأمانة والأمن، في حكمهم سار الوطن لآخر دهر، من الشمال إلين حدك يا اليمن، ومن الخليج الشرق للبحر الحمر، سارعي للمجد والعليا معا، قمر افرف الاعلام يا اللون الخضر، في وسطك التوحيد يظهر للعلن، ومن حولك الامجاد تحكي بك درر، كل عام وانت بخير يا اجمل وطن، كل عام وانت بخير يا ارض الفخر، كل عام وانت بخير يا ارض الفخر، كل عام وانت بخير يا كل المدن، كل عام وانت بخير يا الشعب الأغر، كل عام وانتم بخير يا الشعب الأغر. سلامتك يا سلام، صح لسانك يا عبد الله جزل. هذا أحد نجوم برنامج جنتل وأحد الشعراء المميزين، نسخة جنتل تمتاز بشاعريتها الرائعة. أيضا معنا الشاعر مخلد الغامدي فليتفضل. مخلد من الشعراء المميزين لكنه مقل فعلا في البرنامج في قصائده، نطلب يعني أغديه يعني عقب المكافأة اليوم تحفنا بقصيدة بكرة لما جاء ولا شيء. الله يمسيكم بالخير جميع.